se me sale la babita, casi no puedo. النهارده يا جماعه هنسافر واحده من اغرب الدول اللي موجوده في العالم. اليورو بيساوي في البنك 24 بيسو، ولكن في الشارع 122 بيسو. في السوبر ماركت البيسو بيساوي 1 يورو، ولازم تدفع بالكارت الاجنبي. لو بتفكر تفتح مشروع او بتفكر تعمل بيزنس، انسى الموضوع دوت لانك هتخسر كتير. هل الثوره الكوبيه حققت هدفها ولا فشلت؟ وبتدفع بالكارت الكوبي البيسو بيساوي 100 بيسو. بالظبط كده، البيسو بيساوي 100 بيسو. حد فاهم حاجه؟ بما انك مش فاهم حاجه يبقى انت في كوبا. هشوف مكان بيبيع ميه، صعب جدا مش لاقي اي مكان فيه ميه، وعطشان ممكن اشرب عصير، بس العصير ده ما بيشبعش، خصوصا الميه اللي فيه اصلا ميه من الحنفيه. بقالي 2 كيلو مش لاقي ولا مطعم، مش لاقي مطاعم هنا صعبه جدا، بس الاماكن الشارع الواسعه رهيبه، تحس ان انت قدام الكونجرس نفسه. يلا بينا نكوبا عشان لما تيجي كوبا ما تبقاش سايح. لما تيجي كوبا في حاجات غريبة هتيجي تشوفها مش موجودة في أي بلد تانية، مع ان البلد فيها نقص في المية، عندهم اقل نسبة امية في العالم. كوبا بلد فقيرة جدا، المرتبات بتبتدي من 20 دولار، الناس بتعيش الشهر ب10 دولار، وبياخدوا كوبونات يشتروا بيها الصابون، ليهم صابونة واحدة في الشهر. Eso que tiene el muchacho en la mano es una libreta. Sí. Entonces todos los meses nos dan en esa libreta. Ajá. Nos apuntan 5 libras de arroz, un jabón para un mes. Es difícil. Un jabón para un mes. Wow. Una cajita de cigarro para un mes. Wow. 5 libras de azúcar, no kilo, para un mes. Wow. Es difícil. Y aquí te venden pasta de ajo y esas cosas. ¿Tienes que trabajar para tener esta tarjeta o...? No, todos los cubanos la tienen. Pero mira, por ejemplo, si tú en tu casa vives con 5 personas, ven. Sí. النهارده وصلت الدوله رقم 75 بتيشيرت الاهلي. قبل ما نبتدي الحلقه اعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان نسافر 195 دوله بتيشيرت النادي الاهلي. ايوه يا جماعه، دلوقتي احنا لسه واصلين المطار حالا. طبعا الموضوع صعب انك لما توصل هنا، اولا النت صعب، ومش هتلاقي كمان الناس بتغير دولار، لان سعر السوق السوداء 122 لليورو. طبعا لازم تجيب يورو لان الدولار ده محدش بيستعمله بخلافات سياسيه. ف 122 دوات لو هتغيره بالسوق السوداء، لكن لو هتغيره اوفيشال ب 22 فهيفرق كتير، 5 اضعاف. فدلوقتي صعب ان احنا عشان بس نوصل المدينه لازم ندفع باليورو. فهدور دلوقتي على مكان او عربيه ناخدها عشان ندفع باليورو. والتاكسي لما توصل المطار بتدور على الناس بيعملوا زي شيرنج مع بعض. فطبعا انا هدور احاول ان انا افك فلوس او ان اشوف باص او اشوف اي حاجه. 800 بيسو و10 يورو. دخلنا جوه التاكسي عشان نغير من الراجل، لانه ممنوع نغير بره. هو السعر 122 في الشارع، بس هو غير لل 90 لانه في البنك ب 22. ده احسن سعر انا جبته. هركب الاتوبيس. الباص كمان ارخص، لكن اللي اسمه دوت غالي جدا. التاكسي 20 يورو 25 يورو. يلا بينا دلوقتي يا جماعه في الباص. انا ركبت باص ب 2 بيسو، يعني محتاج اركب الباص 10 60 61 مره عشان ادفع يورو واحد.
واصلا انا كان معايا الشتكه، كان معايا بس 100، فالراجل قال لي لا لا خش على طول، حتى يعني ما دفعتهاش. فنزلنا من الباص دلوقتي وهنغير ونركب باص ثاني ودينا السنتر اللي اسمه لهب. انا هو المكان الاساسي اللي الناس بتروحه السياح، واللي فيه الاماكن المعروفه عن كوبا بالعربيات بتاعتها والمباني القديمه بتاعتها. كانتش حاجه من الصبح بسمع ان القهوه بتاعتهم من اقوى قهوه في العالم، بيعملوها بطريقه قويه جدا، يعني حط فيها نص كيلو مثلا. فنفسي اجرب القهوه لان محتاج قهوه غاليه. بص العربيات كده يا جماعه، بدور على مكان اكل فيه مش لاقي حاجه بصراحه، مش عارف ليه الناس هنا عامله ماركت بيبيعوا ويشتروا اكياس بلاستيك، مش عارف ايه الفايده. ده كده تقريبا في اكل، اه هنا كمان. اه بردون العصير يا جماعة، مش محتاج تشرب 12 عصير عشان تصرف 1 يورو، هو في ايه يا جدعان؟ ده بجد ولا هزار؟ مع الباص زحمة جدا جدا جدا، الناس بتركب فوق بعضها، بس يعني خلاص قرب لي نوصل. جامد. وصلنا يا جماعه دلوقتي، نزلنا من الاوتوبيس ووصلنا على السنتر. اولا لازم ادور على اوتيل، بس قبل ما ادور على اوتيل، لان هنا الاوتيلات ما بينفعش تحجزها من على بوكينج، فانا قبل ما ادور على اوتيل احاول انه الاقي مكان اكل فيه. صح مش لاقي مطاعم، حتى انا ماشي في الاوتوبيس مش لاقي مطاعم، في حاجه غريبه، في نقص في المطاعم ما تفهمش ولا ايه. تقريبا زي اوكرانيا عشان الشراكيه مش بيخلوا المطاعم، بتيجي الناس كلها بتعمل بيكنيك في الجنينة، بس خلينا هندور. في سياح برضه كتير. نفسي برضه بتيجي مع الناس ومع السياح. دخلنا الشارع دوت، الشارع الغريبة دي. هنحاول نلاقي اوتيل. المطاعم هنا لازم نغير برضه، الاسعار غاليه شويه عشان السياحيه. ميجو تبخس كام؟ اي كافيه كاونو. المطاعم كلها في الوقت ده يا جماعه زحمه جدا، الناس بتقف طوابير. زي ما شايفين قدامنا كده يا جماعه، الناس هنا ممنوع انها تشتري، لو انت سايح ممنوع تشتري الرز والسكر والحاجات الاساسيه، ممنوع انك تطبخ، بس الناس اللي هي كوبيين. بجد تعبت من المشي جدا، مش هقدر اسعى كتير، وعمال بدور لسه. هو ده الطبيعي، اي حد بيجي هنا لازم يدور على اوتيل مشي. كلمت ناس من الاير بي ان بي، المفروض ان انا احجز معاهم مبدئيا وبعد كده بدفع لهم هناك، بس المشكله انه مفيش نت في اي حته، فالموضوع معقد. اه شو هابلو كون عيشة؟ انا هاجي بقى تفصيل انا هاجي بلا ايها. اه بوين مش لاقي مكان لغاية دلوقتي، عمال بدور ومش لاقي حاجة خالص، الاسعار غالية واصلا فول يعني. Cuando yo venga a traerte los vasos, mira por la gente que tengo, mira que sombrero. ¿Nada de eso? ¿Una tres leche? Muchas gracias. Da, جماعه دلوقتي التريس ليتشي دي اشهر بصري موجوده هنا في عموما امريكا الجنوبيه وامريكا الوسطى. هنجربها دلوقتي. السوق بتاعهم حاجه غريبه كده، ما تفهمش الناس واقفه بتعمل ايه، واقفين بطوابير وبيبيعوا، كل واحد بيبيع 6 علب من حاجه مثلا. تحس ان الهاي ستاندر بتاعهم موطي شويه. الشارع دوت، الشارع الغريبه دي. هنحاول نلاقي اوتيل. المطاعم هنا لازم نغير برضه، الاسعار غاليه شويه عشان السياحيه.
ومعانا كارت انترنت اساسيات الحياه حسسنا بقيمتها فعلا وبنابريشيت. اخيرا لقيت مكانك بقى، حجزته من الاير بي ان بي، بعت له رساله وما ينفعش تشتري تحجز حاجه من الاير بي ان بي، بس بعت له رساله وهو رد عليا واتفقنا وبعت له العنوان، بعت له ارقام الواتساب كده اربع ارقام المسج، وده المكان قدامنا البحر. مش عارف دايما كل حته بروحها بلاقي زحمه، مش عارف ليه، حاجه غريبه جدا. خلينا بس نقعد في الاوتيل بعد كده نشوف الحوار. ايه انا يا جماعه اخدت الغرفه، هو مش عارف الغرفه اللي فيها اربع سراير، سالت لنا كلها ليا، فتمام كده احنا الغرفه ب 10 يورو او ب 10 دولار، سعر يعتبر حلو جدا على حجم الغرفه. الطول بتاعها كمان فيها تكييف، بس المدخل بتاعها غريب جدا، بس عندك شارع بيوبش على الشارع جميل جدا. ده منظر الانهار القديمه تقريبا ما اتغيرتش من ساعتها، لانه البلد لسه عايشه في السبعينات. السوبر ماركت عمالين بيدوا ورق كده غريب، انا مش فاهم هو ايه، يعني مش بيدفعوا فلوس بيدوا ورق، حاجه غريبه جدا. النهارده هننزل يا جماعه نشوف الشارع من تحت شكله عامل ازاي، ونتكلم مع الناس ونعرف اكتر عن البلد اللي مش مفهومه واللي مش عارفين نوصل لها ومش عارفين نفهمها ومش عارفين نمسكها من فين. هننزل لشوارع كوبا ونتكلم مع الناس ونحاول نتواصل مع الناس ونفهم هو ايه اللي بيحصل. انا لسه صاحي وعايز اعرف البلد مالها بالظبط. No hay agua acá. Agua. Agua no, mi amor. No. Okay, gracias. 48 horas sin dormir. ¿En serio? ¿Es verdad? No. Papá. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar. Se me sale la babita, casi no puedo. Y entonces hoy para Magané, llego a puesto hoy para Mayarí.